يعني اليوم مش أول مرة طبعاً بتكونوا على الطريق بهذا الشكل، شو الرسالة اليوم؟ أي رسالة سارة؟ الوضع انفجر، عسري، الوضع انفجر، الناس شو بدها تتحمل بعد؟ شو فيها الوضع المعيشي من في ليكي بدي أخبرك شغلة عم بيقولوا ليه عم بيصير هيك بطرابلس، عرفتي كيف؟ نحن لازم نسأل ليه مش عم بيصير هيك بباقي المناطق؟ ليه العالم بعدها قاعدة ببيوتها ما انتفضت، ما نزلت على الطرقات حرقت الأرض؟ ما في شيء بقى الواحد بيأسف عليه أو بيخاف منه، هيدي الناس اليوم منتفضة وكل يوم راح بتضل منتفضة، الوضع ما عادش يحمل أكثر من هيك، ما عادش فينا نحكي، ما عادش فينا نجمل، ما عادش فينا نضحك على الناس، الوضع جدا مزري، يعني كل الموجودين هون يمكن فيهم شي اثنين موصفين. شو بدها تصبر الناس بعد؟ شو بدها تصبر؟ بعد في البكسر بعناهاش قرب لو سمحت. وضع ما بيحمل بالمرة، شو ما بدك غالي؟ ولا مرحبا العالم، سندويش الشاورما حق 40، خلص الوضع ما بيحمل بالمرة، اجرام خلص. خبرك العسكري شبعان اخطر منا على فكره، والله العسكري شبعان اخطر منا، مش على اساس انه هو اللي عنده الازمه ونحن ما عندنا ازمه، كلنا مخروب بيتنا، كلنا معاشك بتقبضيه بتحطيه اجار طريق، يعني لا بقعد بالبيت احسن لي، بعرف حالي قاعد بالبيت. بس الحوره ودار على العسكر اللي واقف هنيك كل نهار اللي بيتضايق من اهله 5000 و10000 ليروح على الخدمه. ما الوضع ما بقى يتحمل بالمره، دواء ما في، بنزين ما في، هلا الخبز غلوها 1000 المازوت، بعد شوي حيقولوا لنا بكره تانكه البنزين صارت ب 70000، يعني بعد في شغله وحده هن ماخذوها منا وقاعد بنقولها على المي، الدوله ما فيها الا عم تقرطنا تقرطنا ولا عم تدفع، هيدا هي هيك وصلنا لبهالبلد، هي انا الي شغل، هيدا هو اللي وصل بالبلد، ما في شيء، ما في اكل، ما في شرب، ما في بنزين، ما في مازوت، ما في شيء، ما فيهم الا بيقولوا لنا، بيطلع امبارح المسمي حاله رئيس الجمهوريه بيطلع بيقول لنا لازم نتحمل بعض ولازم نصبر، يا اخو الشرموطه متى طعمينا؟ انت عم تصبر معنا ما عم تصبر معنا؟ بيجي بقول لك الشاش بينزل يفتح الطرقات، ليه العسكر بده يفتح الطرقات؟ بدناش بقدامكم تزوعونا منو نحكي؟ ليه منو نحكي؟ شو؟ بلا بقولوا لك ديمقراطيه، اي ديمقراطيه؟ اذا بدنا نجوع بقولوا لك ممنوع تحكي، بينزل العسكري اطلعوا البيت، ليه بدك تطلع؟ ليه بدك تطلع البيت؟ هالقرارات بدي اخذك وديش ابرا بلا منو تحكي. شو بدي اقول لك بهالوضع اللي نحن فيه؟ ليك قد ما الواحد قبض معاش، قد ما الواحد قبض معاش ما بقى يكفيه، خديني يعني ليك ثلاث ارباع الضبان بكره كوبا كعويضه بدل كوبا دي وقاعده ببيكا، اما العقل على مين؟ على الشعب اللي بيشكل على الخياره ليطعم اولاده، واللي معه فان مكروك ممنوع يشتغل وما فيش مكروك ولا في بنزين، وكمان نعبي بدنا نقعد لك اربع ساعات، ليه العالم بعدها نايمه ببيوتها؟ يعني علبة الكاردين كاتب 1000 كاتب 10000 حرام، لهون بعدنا رايحين، والله لهون بعدنا رايحين حرام.